طرائف القضاء. قال القاضي للمتهم: ما تهمتك؟ رد المتهم: سرقة حبل طوله متر ونصف. قال القاضي باستغراب: وهل قدمت للمحاكمة بتهمة سرقة هذا الحبل القصير؟ أجاب المتهم: نعم يا سيدي، ولكن كان في آخره بقرة. سأل المأمون رجلا عن قضاة بلدته فقال: يا أمير المؤمنين، إن قاضينا لا يفهم، وإذا فهم وهم. قال: ويحك، كيف هذا؟ قال: قدم إليه رجل وآخر يدعي عليه أن له عنده 24 درهما، فأقر المدعى عليه بحق الرجل عنده. فقال له القاضي: إذن فأعطه حقه. فقال الرجل: أصلح الله القاضي، إن لي حمارا أكتسب عليه كل يوم 4 دراهم، أنفق على الحمار 1 درهما وعلي 1 درهما وأدخر له 2 درهم، حتى إذا اجتمع ماله غاب عني فأنفقها. وأرى يا سيدي أن يحبسه القاضي 12 يوما حتى أجمع له ماله وأعرف مكانه. فحبس القاضي صاحب الحق حتى يجمع له المدعى عليه ماله. فضحك المأمون وعزل القاضي. تنازع شخصان وذهبا إلى جحا ليحكم بينهما. فقال المدعي: لقد كان هذا الرجل يحمل حملا ثقيلا فوقع على الأرض، فطلب مني أن أعاونه، فسألته عن الأجر الذي سيدفعه لي بدل مساعدتي له، فقال: لا شيء. فرضيت وحملت حمله، وها أنا ذا أريد أن يدفع لي اللا شيء الذي وعدني به. فقال جحا: دعواك صحيحة يا بني، اقترب مني وارفع هذا الكتاب، وما تحته فهو لك. فجاء الرجل ورفع الكتاب، ولما رفعه قال له جحا: ماذا وجدت تحته؟ قال: لا شيء. قال جحا: عظيم، إذن خذ هذا اللا شيء وانصرف. سأله القاضي: لماذا أطلقت طلقتين ناريتين على حماتك؟ أجاب المتهم: وماذا أفعل يا سيدي؟ لم يكن في المسدس سوى طلقتين. سأل القاضي الزوجة: لماذا تريدين الطلاق؟ فأجابت: لأن زوجي حيوان. فقال القاضي: إذن لماذا تزوجته؟ أجابت: لأنني لم أكن أعرف في بادئ الأمر أنه حيوان لهذه الدرجة. فرد الزوج على الفور: كذابة يا سيدي، كانت تعرف.